الله الرحمن الرحيم. وبعد التوكل على الله الملك القهار، تعلن القوى الثورية عن تدشين شارع آية الله النم، حيث شارع الاستقلال سابقاً، وذلك بعد بسط السيطرة الثورية المحكمة عليه. ومن الآن ندعو جميع الشعب بكافة أطيافه لتداول هذا الاسم، ليبقى اسم لآية الله الشيخ نمر باقر النم، كابوساً مرعباً على الطغاة والمستكبرين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. عاصمة الثورة سترة، البحرين المحتلة. يا قوم